على بركته نستعين متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، نجدد بحضراتكم التحية والترحيب مع هذه الاندفاعات ومع هذه الانطلاقات في مهرجان ولي العهد وانطلاقات سن الحقائق واندفاعات شوطنا التاسع في هذا اليوم، ومسافتنا هي 2 كيلومتر. ننطلق لنتابع الصدارة والمقدمة المركز الأول ومن تسير هناك مع صدارة الشوط، وتنطلق بشعار عبد الرحمن بن سلمان بن صالح بن حمد المغيري. ينطلق بنايف مع المركز الأول بانطلاقة موارد على المركز الأول، بينما المركز الثاني حضور وانطلاقة نهب مانع بن مهدي بن فارس آل منجم اليامي، ينطلق بحضور شعاره مع المركز الثاني مع ثاني التحديات. المركز الثالث حضور وانطلاق شوهين حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، ينطلقون أبناء ميدان التحدي الأشقاء القادمين من دولة قطر الشقيقة، ينطلقون بشعار هنا البريدي مع المركز الثالث، وأيضا حضور الأسماء وانطلاقة الشعارات أيضا الحاضرة في هذه اللحظات. شاهدوا وتابعوا أم صيحة بشعار حمود بن عبد الله بن صقر الخالدي يقدم لنا أم صيحة، وأيضا حضور شعارك يا أبو تركي وانطلاقة نايف بن صلاح الحربي، وكذلك وصلت هامة وانطلقت بشعار حمد بن علي بن سلامة الهاجري يقدم لنا هامة في هذا الشوط الملي بالأسماء والشعارات المنطلقة الحاضرة. راقبوا وتابعوا هذه الأسماء المتواجدة والمنطلقة في شوطنا التاسع. وين المقدمة؟ وين الصدارة؟ وين هناك من غيرت مع المركز الأول مع الصدارة الأولى؟ خليل بن سالم البطين يقدم لنا مهارة مع المركز الأول، غيرت إلى الصدارة الأولى إلى التحدي الأول. المركز الثاني حضور وانطلاقة متابعينا الكرام، هضبة بشعار بن جبران مع المركز الثاني، انطلق بن جبران وتحرك مع انطلاقة هضبة وأيضا مهارة والبطين والأربعمية متر الأخيرة. وين الفوز؟ وين الانتصار؟ هنا بن جبران والبطين، ما بين هضبة وما بين مهارة، مهارة البطين وهضبة بن جبران وأيضا الحاضرة والمنطلقة هنا بشعار فهيد بن محمد بن فهيد مع آخر الأمتار. ينطلق بن فهيد يقدم لنا نوايف، ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذه العروض المميزة مع آخر الأمتار، مع آخر الأمتار ينطلق متابعينا الأعزاء فهيد بن محمد الفهيد المري مع نوايف. مشكور يا الفهيد، مشكور على هذا الإبداع والتميز. المركز الثاني حضرت سيوب بشعار حمد بن محمد العاض المري. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مهارة بشعار خليل بن سالم البطيل. المركز الرابع وصلت هضبة بشعار سالم بن جابر الجربوعي. المركز الرابع أو المركز الخامس متابعينا الأعزاء كان حضور سهم بشعار حمد بن محمد بن علي الشراب. تهانينا والف مبروك لمالك البطلة نوايب الحاصلة والمنتزعة على نوماس شوطنا التاسع في هذا الصباح في مهرجان ولي العهد. أتت مع الأمتار الأخيرة لتقدم العروض المميزة والكبيرة. نتابع وإياكم توقيتها الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة لهذا الفوز وهذا الانتصار. نوايب حضرت بشعار فهيد بن محمد بن فهد الفهيدة المري، من قدم لنا شعاره في هذا الشوط وقدم لنا نوايب مع آخر الأمتار. توقيت الزمني متابعينا الكرام 2:59 98 جزء من الثانية. توقيت صاحبة المركز الأول، بينما المركز الثاني سيوف بشعار حمد محمد العاض المري 3 دقائق ثانية وحيدة وجزئين من الثانية، بينما المركز الثالث خليل بن سالم بن حمد البطين مع مهارة 3 دقائق وثانية وحيدة و39 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين. تقول الله خلقنا سعى الغوارب من محارمها وفوق مصيح لملم أبو تركي.